مثل ما تشوفون هاي زوجتي. هلا شلونك؟ وهذا القاضي. هلا. شنو هاي؟ المهم يلا موافق على الزواج؟ ثلاثه اثنين. السلام عليكم، شو باركم؟ وياكم نهدي من قناه وقف. قبل كل شيء لا تنسون تشتركون بالقناه وتضغطون لايك وتفعلون جرس الاشعارات. طبعا اليوم بس لحظه خلاها كلها المره. اليوم راح نسوي العرس. هواي ناس يقولوا لي اوقش وقت تنزل الحفله، اوقش وقت تسوي العرس. بس لحظه خليك الخنازير اقتلهن. تعمود ولك موت موت ولك موت موت والله خنازير قويه. تعال خنزير تعال موت. طبعا اليوم بس لحظه، وين الخنزير الثاني؟ شباب بنات، هواي ناس يقولوا لي بالتعليقات اوغا نريد قناة زوجتك، وين زوجتك ومنو هي؟ شباب بنات، هاي هي قناة زوجتي، الرابط مالها اول رابط بالوصف. اريدكم كلكم تشتركون عندها وتقولوا لها من طرف زوجك. المهم اشتركوا بقناة زوجتي. تمام. هسه اول شغله، طبعا هاي المائده راح نخليها مائده الاحتفال او هيك شيء مال العرس. حلو. هسه خلي اشوفكم شغله. هواي ناس يقول طبعا تو شوفت تو انطيتكم قناه زوجتي اشتركوا بيها. هسه تقولوا لي اوغا منو هي زوجتك؟ زوجتي هي صديقي. اي بس لحظه، طبعا راح اسوي اليوم مكان العرس او مكان الحفله، وش راح تصير شغلات رهيبة بهذا الفيديو. حلو. هسه بس لحظة، شنو نسيت؟ ها، احتاج اصنع اللي درج او وش يسمونها، السلم ما ادري، درج. حلو. هسه تقولوا لي اوغا ايش لك بيها؟ هسه راح تعرفون. بس صبر علي، وين اخلي مكان العرس؟ بس لحظة، اخليه هنا؟ والله اعتقد ما يصير، بس خلي نجرب. بس لحظة، خلي اكسر هاي. طبعا صورت فيديو ثاني ان شاء الله باكر او بعد كم يوم تشوفونه عن هاي اللي الشاطر بيكم والمحترف مال ماينكرافت يعرف شنو فائدة هاي. حلو حلو. بس لحظة، والله اعتقد المكان مو زين. بس لحظة، حلو حلو، راح اغير مكان العرس. طبعا شباب بنات، انطيتكم قناة زوجتي، اريدكم كلكم تشتركون عندها، اريد تفجرون قناتها بالاشتراكات واللايكات. حلو حلو. طبعا راح يكون مكان العرس اعتقد بهذا المكان. طبعا مو عبالكم انا اسوي عرس مو زين، لا لا لا، اسوي عرس اسطوري، وهم اجيب لكم قاضي وشيخ، يعني ايش شغلات رهيبه. بس لحظه، نخلي مكان العرس هنا. طبعا اول شغله راح ابني المنصه مال العرس. ايش عبالكم اكو عرس ما بيه منصه؟ اندرمان وخر، اندرمان وخر وخر، يعني اندرمان، والله اندرمان مزعج. حلو. بس لحظه، احتاج خشب. يلا خليني اروح اكسر شويه شجر وخلص اسولف لكم عن الشغله. شباب بنات، نسيت اقول لكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه، ومن هسه كتبوا لي بالتعليقات منو تتوقعون زوجتي. اصلا عرفتوها. بس لحظه، والله هذا البرنامج او المود رهيب رهيب. بضغط شنو؟ بضغطه واحده تقدر تكسر الشجره كامله. حلو. بس لحظه، طبعا هسه تقولوا لي اوغا وين زوجتك؟ طبعا زوجتي بعدين تعرفون وين هي موجوده حاليا. بس لحظه، خلي ابني المنصه مال العرس. والله رهيبه رهيب هذا الخشب. طبعا هواي من عندكم يقولوا لي اوغا شو وقت تسوي الغرفه مال المشتركين الاسطوريه. بس لحظه، خليني اخذ الخشب. شباب بنات، ان شاء الله كم يوم واسويها. سويت شغلات رهيبه، مو سويت، فكرت باشياء اسطوريه ان شاء الله راح اسويها. بس لحظه، نخلي خشب هنا ونخلي خشب هنا. طبعا للي يحب او للي تحب تسوي نفس المشروع مالي، يعني شغلات بسيطه. بس لحظه، شلون اسوي شو اسمها؟ اي كرافتنج تيبل. حلو. اريد اسوي كرافتنج تيبل حتى اسوي الدرج والشغلات اللي احتاجها. طبعا هذا وارد مال العرس، ما عليكم بي. المهم بس لحظه، هسه راح اسوي الدرج. والله ما عندي من ذاك الخشب، وين الدرج؟ حلو هذا، حلو، راح اصنع لي 12 اعتقد كافي. والله ما ادري. بس لحظه، خلي واحده هنا واحده هنا واحده هنا. لا تكتبوا لي اوغا ليش الالوان مال الخشب تختلف. طبعا شباب انا عرس مال الفقراء. يلا بس لحظه، هسه اعتقد التصميم يحتاج كم شغله. والله ما ادري. بس لحظه، اعتقد ها، خلي اصنع هاي الحركه. طب شنو حركه؟ اصنع هاي الشغله تفيدني بشكل مو طبيعي. بس لحظه، الستيك، وين الستيك؟ ستيك مو الستيك، شو يسمونهن؟ العصا، ما ادري العصيان وينهن. لا هاي مو ايس النار، وين الستيك؟ طبعا شباب بنات، اريدكم هسه تكسرون زر الاشتراك وزر اللايك. حلو، هسه صنعت الستيك. هسه تقولوا ليش لك بيها؟ هسه اقول لكم شغله. طبعا العروس عرفتوها اسمها، ما راح اقول لكم اسمها، خلوكم بنهايه الفيديو اقول لكم اسمها. حلو. بس لحظه، هسه صنعت لي 4 ستيك. عرفت ايش اريد اصنع. ها
هذا شو اسمه السور ما ادري فينس اوكا فينس واو عبالي الخشب مكتوب عليه اوكا طلع اوك اوك والله ما ادري مهم بس لحظه شلون اخلي هاي الحركه والله ما ادري ما فكرت مني نسيت لا 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 غلط 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 مو هيك ذكرت شلون سويتها بس لحظة طبعا عندي عالم كرياتيف مدري عالم ابداع مدري شنو اسوي بيه تصاميم وشارع اذا تردون تشوفونه كتبوا لي بالتعليقات وضغطوا لايك حلو طبعا نكسر هاي طب لا تقولوا لي اوغا ما تعرف تصمم انا تصاميم اسطورية ونكسر هاي حلو هسه نخلي واحدة انا طبعا للي متحمس العرس اضغط لايك طبعا كلكم معزومين لا تنسون اضغطوا لايك تشتركون بالقناة اهم انا معزوم بس لعبة نضغط هنا شنو نضغط هنا خلي واحدة هنا هلا عمو خنزير شلونك صيري غلط ما صارت والله هاي شغلة غريبة طبعا مو عبالكم انا راح اسوي عرس مثل باقي الناس لا 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 اسوي عرس غريب ما حد شايف مثله حلو خلي واحدة هنا وبدت تمطر شلون حظ هذا طبعا العروس مو حلوة لذلك سويت منصة مال الاعدام لا والله قوي الرعيد بدت تمطر اول مره ادري اكو رعد ما ادري ايش يسمونه مو يعني انا ادري بيها بس مو هيك القوه حلو شباب بنات اريدكم تقيمون المنصه مال الزواج او مال الحفل من 10 مو تكتبوا لي بالتعليقات مو حلوه ترى زوجتي هم مو حلوه من هسه اقول لكم بس لحظه هاي راح اسوي هنا انا مكان القاضي اللي قاعد علي القاضي ويتامر علي انا بس لحظه طبعا انا والقاضي متفقين نقتل زوجتي بس لغينا الاتفاق لان تعرفون خاف ندخل محكمه بس لحظه هسه احتاج اللي شو يسمونه نسيت هاي اللي بوتم والله نسيتها شو اسمها بس لحظه هسه راح اقول لكم شو اسمها حلو وبعدها راح اروح اصيح لزوجتي واقول لها تعالي نسوي العرس وما ادري شنو طبعا هي بعدنا ما متزوجين بس لحظه خليني اجيبها وين هي هذا فرن يا ورع فرن هذا لا مو الفرن اي هذا هسه احتاج اصنع ايش يسمونها البوتم ما ادري ايش اسمه المهم هذا عرفتوه ايش اسمه باتم ما ادري بوتن رئيس روسيا المهم بس لحظه هسه شباب بنات اريدكم تكسرون زر الاشتراك ولا تنسون قناه زوجتي بالوصف اشتركوا بيها ترى مو تفشلوني اذا تفشلوني زوجتي تزعل حلو طبعا هاي هي منصه القاضي وهنا أنا راح نوقف احنا انا والعروسه حلو راح اصيح زوجتي وارجع لكم ايوه اخيرا رجعت لكم طبعا شباب اعتذر معكم طولت اكثر من ساعه حتى جبت زوجتي تعي زوجتي تعي شلوني تعي هلا شلونك جاهزة تعال طبعا زوجتي ورعة شلونك هلا قولي هلا عافية شنو هاي شو مسوي مسودنة انتي بس لحظة تعال اليوم راح نتزوج تعال وراي تعال خلي اشوفك المكان مال العرس تعال اليوم راح اعطيك هدية كل شي جبت لك بس لحظة خلي اجيب لها وردة والله كل شي ما عندي اخاف تقولون انه بخيل وما ينطيها جبت لها اليوم وردة شنو هسه ايش راح تنطيني كل شيء ما تنطيني تعال انطيني دايموند انطيش دايموند طبعا خلي اعرفكم على سياده القاضي المحترم تعال ولد تعال هنا تعال والله عاد انترنت ضعيف بس لحظه سياده القاضي هاي زوجتي وهذا سياده القاضي المحترم طبعا هذا القاضي متفقين انا وياه حتى يقتل زوجتي بس لغينا الاتفاق الو قاضي شلونك الو يا القاضي احكي سكوت محكمه شنو سكوت محكمه سكوت اسمع هاي زوجتي اريد اتزوج ايش قد تريد فلوس طلع زوجتي شردت طبعا شباب بنات واخيرا رجعنا لكم هاي هي زوجتي وهذا القاضي المحترم قاضي وجه كلمه للجمهور هاي دشوا شنو اشوا تريد فلوس ايه درع يلا راح اعطي زوجتي الهديه يلا شلون والله تخبل خلينا نعطيها بعد دايموند انت هم اعطيني دايموند اعطيني دايموند زين القاضي شو تحب تقول لهم بس لحظه اذا تردون شباب هذا القاضي قاضي لو شنو يقول لكم اشتركوا بالقناه حلو زوجتي موافقه يلا اجى دوري هم انا موافق من هسه تصدقون اذا ارفض احسن يلا 1 2 حلو كتبت والله هم زوجتي توافق طبعا انا تو كتبت لها موافق نسيت هلا يلا تعال القاضي ايش قد تريد فلوس جر عندك شنو القاضي احنا اتفقنا ما نعطيك فلوس تمام ليش شنو تعال موت تعال لا 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 موت تعال قاضي يا غدر تعال خيانة اقتل زوجتي صف وياي بس لحظة زوجتي ما راح اقتلها تعال خليني اشوفك البيت الاسطوري طبعا هواي ناس قالوا لي اوقر اريد نشوف الفيديو مال الزواج وهذا راح تشوفونه قاضي ولك موت ما اريد القاضي هنا ما اريد القاضي
القاضي اللي يسرقني. هلا قاضي شلونك؟ الحمد لله شلونك؟ الحمد لله الحمد لله. دخلي دخلي شوفي راح انطيك هديه. شوفي غمضي عيونك غمضي عيونك وحسبي منها الصفر. غمضي عيونك غمضي عيونك يلا مودي مودي خيانه. الدايموند مالي وين دايموندي؟ لو تموتي ما انطيك دايموند. انا انطيك دايموند طلعي بلا برا البيت ما تدخلين بيتي. طلعي 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 صدق عرسي عرف. طلع وجودي والله لا احبك ولا شي ما اريدك. طلع خيانه. وبنهاية المقطع لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون لايك وتفعلون جرس التنبيهات. طبعا هاي زوجتي الورعة. شلونك؟ اليوم قلت لك يا خائن. لا لا اليوم قلت لك انتقم منك يا خائن. طب لا لا ارجع. طبعا هاي مو زوجتي. لا ارجع اسكت سكتوا. اسمح لي فيك شو اسكت. طبعا انتقم منك يا خائن. لا والله اذا تقتلني اكتب شو مني. طبعا هذا صديقي مو زوجتي. والله لا قصة ولا شيء. اعطيك رشوة لو تموت. شباب بنات قناة زوجتي بالوصف. ولا اسكت. طبعا شباب بنات هذا اللي يتكلم خان ومدري هذا اخوي. المهم طبعا زوجتي قناته بالوصف اشتركوا بيها وان شاء الله اذا تردون. اصلا هو زوجتي تتكلم موجود صوتها بقناته او بقناته. طبعا هو ولد اسمه مرتضى. المهم اشتركوا بقناته. طبعا راح اسوي بيه هواي مقالب ويعني خليته زوجتي يقول لي عيب عليك تسوي بيها. المهم اشتركوا بالقناه وبس.